الله بالخير مشاهدينا وجميع متابعين تلفزيون البحرين، نرحب فيكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامجنا اليومي. مساء الخير يا وطن، مساء الخير أحبابي. مساء النور والسرور إيمان، ومساكم الله بالخير مشاهدينا، ونتمنى لكم وقت ممتع وسعيد مع فقراتنا المتنوعة في حلقتنا الليلة من برنامجكم مساء الخير يا وطن. خلكم ويانا، نحييكم ونجدد لقائنا فيكم في موضوعات مهمة ومميزة إن شاء الله. أما الحين ننتقل إلى المشيت الرئيس. مشيتنا اليوم هو خبر عن أمانة العاصمة، وهي تضبط 23 من العمالة السائبة في سوق المنامة المركزي، وطبعا الصادر بضاعتهم، وهذا كله ضمن حملة بادر صحح للحد من المخالفات البلدية في الأسواق المركزية اللي أطلقتها المنامة، وتستهدف المخالفات البلدية في الأسواق المركزية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مركز شرطة النعيم، ووزارة العمل ممثلة في هيئة تنظيم سوق الحمل. وأيضا تم اختيار المخالفين من تجار السوق لإلزامهم بالتقيد باشتراطات وتعليمات الأمانة المتعلقة بالجوانب التنظيمية والالتزام بالحدود المعتمدة لهم في عقود الانتفاع، وعدم التعدي على الممرات وإشغالها بالبضائع. وهذه الحملة تأتي في إطار توجيهات مباشرة من مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة للحد من المخالفات البلدية في الأسواق المركزية. خلونا نشوف التقرير وراجعين لكم. وحول المشيت الرئيس اليوم معنا عبر الهاتف المهندس محمد عيسى عبد السلام، رئيس قسم الأسواق والصيانة بأمانة العاصمة. مساك الله بالخير مهندس محمد، وحياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا وطن. مساء النور والسرور، حياكم الله وأنا بالمشاهدين. يا هلا ومرحبا فيك. في البداية كلمنا عن حملة بادر صحح ونتائجها حتى الحين في الحد من المخالفات البلدية في الأسواق. طبعا اول شيء بناء على توجيهات ودعم سعاده الوزير وسعاده المدير العام امانه العاصمه، بعطيكم نبذه بسيطه عن مبادر صحح. اعتقد امانه العاصمه مؤخرا هي فلسفه الحمله تخاطب الجمهور بشكل مباشر، تمثل في زاد اطلاق حملات التوعيه بالقوانين والاشتراطات والحملات المخالفات، واستخدام الاجراءات الامثل الاشارات الاداريه على اساس الناس تكون يعني عندها وعي كامل بالاشياء اللي قاعده تصير، ونتفادى المشاكل والمخالفات اللي قاعده تصير. نعم، يعني مثل ما نعرف أن حتى الآن تم ضبط 23 من العمالة السائبة، فشو الإجراءات اللي بتتخذونها معاهم؟ طبعاً اللي صار يعني أمس إحنا أول شيء لحد العمالة السائبة لما تشرف السوق يغزون السوق بصورة مباشرة ويضايقون التجار في أرزاقهم، وطبعاً وإضافة أنهم يبيعون بعض المواد الغذائية الفاسدة، فإحنا بالتنسيق مع مركز شرطة النعيم سوينا حملة صباح يوم أمس. نعم، وتم القبض على حوالي 23 من العمالة السائبة، زين، وتم قبض عليهم من قبل شرطة النعيم. طبعا كان في الحملة طبعا موظفين القسم الأسواق والصيانة والضباط وأفراد من الشرطة كانوا موجود معنا. نعم، وصلت الحملة عن حوالي 23 من العمالة السائبة يعني تم القبض عليهم وطرح عليهم إلى شرطة النعيم. نعم،
مهندس محمد قرينا في الخبر بأنه تم اختار المخالفين من التجار في السوق عشان يلتزمون بالحدود المعتمدة لهم في عقود الانتفاع وعدم التعدي على الممرات وإشغالها بالبضائع. فشنو الإجراءات اللي ممكن تتخذونها مع المخالفين والغير ملتزمين؟ طبعا هم عمل عصام يعني مثلا قسم الأسواق والصيانة دائما بصفة يومية متابعة الأعمال التنظيمية في السوق باستمرارية دائما. طبعا في عقود بينه وبين المستأجرين على أساس يلتزمون بحدود الفراشات وعدم إشغال الممرات وإشغال الطريق. نعم. فإحنا دينا عندنا إجراءات دائما نأخذها بطرق إدارية لتصحيح أوضاعهم ومخالفتهم إذا استدعى الأمر. نعم. طبعا ورد أيضا في الخبر بأن عندكم خطة معتمدة لتنفيذ حملتكم في الأسواق، فكلمنا عن هذه الخطة أكثر. طبعا احنا يعني عندنا اكثر من جهه تتعاون معانا، يعني منها طبعا وزاره الداخليه، وهي حملات مستمره دائما نكون فيها معاهم، وعندنا سوق العمل، هي تنظيم سوق العمل بالنسبه للمخالفين او العماله السائده اللي موجوده، وعندنا وزاره الصحه لكشف عن صلاحيه البضائع الموجوده في السوق، وزاره التجاره بعد اللي هي يقول عن الميازين اللي موجوده في السوق، وعن كذا جهه يعني كل حسب اختصاصه يتعاون معنا في الشغله هذه. ولما في حملات مستمرة نقوم فيها معاملات مع الجهات هذه المختلفة دائما. نعم. مهندس محمد عيسى يعطيك العافية. طبعا نشكر المهندس محمد عيسى عبد السلام رئيس الأسواق والصيانة بأمانة العاصمة على مداخلته معنا عبر الهاتف. وطبعا في حلقتنا اليوم بنتكلم عن موضوع وايد مهم إيمان، وهو العنف الأسري أسبابه وأشكاله، وليش العنف صار ينتشر ويشكل ظاهرة مجتمعية على الرغم من أنه موجود الحين في عصرنا البرامج التوعوية اللي يقومون بها أصحاب الاختصاص عندنا. وعلشان نستوفي هالموضوع حقه من الطرح بتكون الأستاذة إيمان عدنان الفلة، باحثة ومدربة أسرية بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ضيفة معنا في الاستديو لمناقشة هالموضوع بشكل أكبر. بالتأكيد طبعا أكيد بيكون معنا في رسالتنا اليومية من وكالة أنباء البحرين الزميل علي الحداد، ومثل ما عودناكم بنقدم مجموعة من التقارير من إعداد زملائنا في البرنامج، وأولها تقرير حول حفل تكريم المتميزين في برنامج أجيال 2030، وأكيد فقرة كفو عليك، فخلكم معنا. القسوة ممكن تكون من رب أسرة على أسرته أو أم على عيالها، وصلت لأن تكون بين الأخ وأخته أو جيران مع بعض. برعاية كريمة من سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، أقامت وزارة شؤون الشباب والرياضة حفل ختام برامجها الصيفية للأطفال والناشئة. درس المحاماة أو القانون بالذات بناء على رغبة كانت موجودة، رغم أنه كان في عقبات يعني في دراسة القانون كانت مع الجامعة، لكن الحمد لله. ننتقل الحين حق الزميل علي الحداد من وكالة أنباء البحرين عشان نتعرف أكثر على أبرز عناوين الأخبار المحلية. مساء الخير علي. مساء الخير أحمد، وأيضا مساء الخير لزميلتنا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا اليومية من وكالة أنباء البحرين. ونبدأها بهذا الخبر. أقامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حفل تكريم المستشفيات الحائزة على الاعتماد الوطني، وأكد خلال هذا الاحتفال الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أهمية الاعتماد الوطني لضمان الجودة على مستوى الخدمات الصحية، حيث أن هذا الاعتماد سيعتبر حجر أساس لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني الذي تعتزم مملكة البحرين على تطبيقه. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة أن الهيئة وبتوجيهات من معالي الرئيس تحرص على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي بشرته الهيئة فعليا. إيمان وأحمد، بالتأكيد هناك تنويه حول هذه الهيئة، العديد من المواطنين يعلمون أهمية هذه الهيئة للعديد من مشاكلهم الصحية. اليوم الهيئة هذه يعني تعتبر هي هيئة يعني تعمل على رقابة وتطبيق لتنظيم المهن الصحية في مملكة البحرين بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلة في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أم الصحي. على سبيل المثال لو كان هناك شخص تعرض لي يعني خلينا نقول عملية غير موفقة بإمكانه الرجوع إلى هذه الهيئة، إذا كان هناك بعض الأدوية يعني يود أن يتعامل بها أيضا بإمكانه الرجوع لهذه الهيئة، إذن هي هيئة جدا مهمة
مهمة ويجب على المواطنين الالتفات لها والتعاون معهم للحصول على أفضل الخدمات الصحية. بالتأكيد، شكراً علي. نشكر زميلنا علي الحداد اللي أطلعنا على أبرز عناوين يوم غد مكالة بالبحرين. أما الحين مشاهدينا راح نطلع فاصل سريع وراجعين لكم. كم مشاهدين برنامجنا ومع موضوع حلقتنا اليوم العنف الأسري اللي نستقرف الفترة الأخيرة الشدة اللي وصل لها في إيلام الطرف المعنف بدون أي رحمة أو تأنيب ضمير حتى. يعني معقولة تجردنا من إنسانيتنا لهالحد وصرنا وحوش بشرية ما نشعر باللي نسويه ولا نحس بالأسف على أفعالنا الغير مسؤولة واللي نسبب فيها بالضرر حق الغير؟ صحيح أحمد، يمكن شفنا من كم يوم خبر الزوجة اللي ضربها زوجها وعورها، إلا إحنا ما نقول عورها، إلا شوهها بعد. صح. فمهما كانت أسباب الخلاف لازم ما توصل ردة الفعل لهالدرجة من العنف. مو بس هذه الحادثة، يعني في حوادث صراحة تعور القلب. أب وأم يطقون عيالهم أو أخ يطق أخوه أو صبيان وبنات يضربون بعض بعنف بدون رحمة ويمتهنون كرامتهم بشكل مخزي، وفوق ذي كلها يصورون وينشرون الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي خجل. يعني إيمان، أنا ما أدري ليش إحنا وصلنا لهالدرجة من العنف مع حتى مع أهلنا وأصدقائنا وأقرب الناس لنا. الناس أحس إن صدرها صار ضيج، ما عادوا يتحملون بعض. شو السبب اللي خلاهم يوصلون لهالمستوى الكبير من العنف، وشلون نقدر نقضي على هالظاهرة؟ إنجاز إن نسميها ظاهرة، لكن خلينا نتابع هالتقرير للزميلة سلوى الياسي ونرجع نكمل موضوعنا. القسوة ممكن تكون من رب أسرة على أسرته أو أم على عيالها، وصلت لأن تكون بين الأخ وأخته أو جيران مع بعض. والملاحظ إن هالعنف والقسوة ما توقف عند حد، مثل كرة الثلج صارت تكبر وتدحرج وشكلها يتوسع وصارت تلم ناس يدد. علشان كذي العنف الأسري انتشر في السنوات الأخيرة وصار يتنامى لدرجة مخيفة، وبلغ العنف قسوته بدون رحمة. والعنف حاليا ما له شكل ولا عمر ولا تضمن نتائجه على الإنسان المعنف اللي توصل إلى حد الإعاقة الدائمة أو حتى الموت. شنو الأسباب وشلون وليش يجدم إنسان على تعنيف إنسان آخر مثله؟ هل هذا الشخص مريض نفسي؟ يعاني من آثار عنف في صغره؟ ولا متأثر باللي تشوفه عبر الانترنت من أفلام وفيديوهات وصور عنف مخيفة؟ نرجع لكم مشاهدينا من جديد عشان نكمل معكم موضوع العنف الأسري، ومعنا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة إيمان الفلة، باحثة ومدربة أسرية بمركز بتركو لرعاية حالات العنف الأسري. مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك برنامجنا مساء الخير يا وطن. أي مساك بالخير والعافية، هلا ومتشرف وسعيدة جدا بكوني موجودة في اليوم في هذا الموضوع بالذات، خصوصا ان البحرين صار هاليومين على موضوع العنف الأسري. نعم. فحلو ان الواحد يتطرق اكثر على هذا الموضوع. الهام فعلا. يعني استاذه في البدايه نبي تعريف على هذا الانحراف السلوكي او الانحراف الاخلاقي الشديد، ما هو العنف الأسري؟ العنف الأسري هو اي اساءه، اي اساءه باي فرد من افراد الاسره، سواء كان الزوجه، الزوج، الأولاد، أي شخص يتعرض إلى الإساءة الزواجية أو الأسرية في محيط الأسرة يعتبر عنف أسري. نعم. Okay. طبعا هذا المصطلح العنف الأسري ما هو بجديد، انطرح تقريبا عام 1970 في البرلمان البريطاني بسبب تعدي الأزواج الدائم على زوجاتهم. فاللفظ هذا موجود من 1970 في الدول العربية والدول الشرقية مؤخراً، يعني صارت الضجة عليه يعني يمكن حوالي 20 سنة الماضية بس. فهل هي ظاهرة جديدة؟ وهذا السؤال اللي حابين نطرحه عليك، هل العنف الأسري هو ممكن نسميه ظاهرة عندنا في مملكة البحرين أو أنه ما يرتقي إلى مستوى أن نسميه ظاهرة؟ الظاهرة هي شنو؟ هي شغلة ممكن ملاحظتها. نعم. شغلة متكررة، يعني مثلا سالفة ضرب الزوجة مثلا، هل هو متكرر عندنا في البحرين؟ هل هو منتشر؟ هل الأخبار والجرائد دائما يتطرقون إلى هذا الموضوع؟
بين فترة وفترة تطلع طلعات إنه والله شوف فلانة الفلانية انضربت بهذه الطريقة الوحشية الكذا الكذا. فإذا كان في المراكز تبع الإرشاد الأسري في تكرار في هذا النوع من الحالات، إذا هي ظاهرة. يعني احنا بالنسبه لنا مركز بيت الكل رعايه حالات العنف الاسري، هل هذه الشغله متكرره؟ نعم. يعني اليوم الصبح قبل لا انا ادري ان انا بطلع اليوم على الهواء جان اتصالين من شخصيتين نبي نبلغ عن حاله عنف. مشكلتنا في التبليغ عن حالات العنف انه ما تبي تعطي معلومات، يعني اسمك بس. يعني احنا محاسبين كمركز بيت الكل في نهايه الشهر عندنا بيانات، قاعده بيانات تحاسبنا عليها وزاره التنميه من باب المصداقيه. فلما انت ترفضين اسمك او ترفضين رقم تلفونك او ترفضين، انا شلون اقدر اقدم لك خدمه؟ شنو السبب يكون هذا؟ هل هو خوف من هي يعني تقول هذه المعلومات؟ طبعا هو بعدين في بعض الاسئله اللي طلعت عليها ان ليش المراه تنضرب تنطق تعيش حاله العنف وتسكت؟ انزين ليش تخاف تبلغ؟ ليش تخاف ان الناس تعرف؟ ليش تخاف تخبر اهلها؟ فهذه كلها بتطرق لها بعدين. هل هي ظاهرة؟ نعم ظاهرة في البحرين، وطبعا هي مو من الحين، يمكن الإعلام ساعدنا الآن في أن المظلومية السوشيال ميديا. يعني هل كانت النساء ما تضرب؟ كانت تضرب، بس من يدري؟ أنا أحس أن قبل كانت المرأة يمكن معنفة أكثر من الحين. بالضبط وجهة نظر. بالضبط. المرأة سابقا كان يعنفها أخوها، يعنفها أبوها، يعنفها الرجل بشكل عام، يعنفها المجتمع أساسا يقوم على السلطة الذكورية. فالمرأة عانت الأمرين. يمكن الآن سمعنا عن مفهوم العنف الأسري لأن بدت الجهات تطالب ذلك. يعني سابقا ما كان أحد يتكلم. فكانت المرأة دائما لما أبدأ محاضراتي على أساس أن احنا اعتبار أن احنا جهة العنف الأسري، فأنا لازم أعرف من نكون شنو هو العنف الأسري، أنواع العنف الأسري. فكنت دائما أقول لهم ترى وأد البنات ما تغير، اللهم تغير الشكل. يعني كانت تدفن، الحين لا، الحين مو تدفن، تنضرب، تنقط في المستشفيات بمظاهر مختلفة. يعني ألفاظ ممكن تكون بألفاظ. هذا يخليني أنجر إلى السؤال الثاني، ما هو أشكال العنف؟ أشكال العنف الأسري في البحرين أو في البروتوكولات العالمية هي خمسة أنواع. المتعارف عليها الضرب، المرأة التي تضرب هي اللي تكون معنفة. شنو الأنواع الثانية؟ هناك العنف الجسدي، هناك العنف العنف العاطفي، العنف اللفظي، العنف الجنسي، العنف المادي. بس من ضمن هالخمسة أنا راح أتطرق لواحد فقط. الجسدي معروف، أي محاولة إيذاء الجسد بالحرق بالضرب يعتبر عنف جسدي. في عنف مغلف أو غير معروف عندنا هو العنف المادي أو العنف الاقتصادي. طبعا هذه كلها الأنواع تمارسهم الرجل ضد المرأة. هل المرأة تمارسهم ضد الرجل؟ نعم. أنا في حالات أيضا تمارسهم ضد الرجل. أتوقع في وقتنا الحين بعد زادوا. يعني أتذكر كان اللهم أنه يمكن عندنا مكابرة من قبل الرجال. أتذكر مرة من المرات كان في جريدة الأيام انطرح موضوع العنف ضد الرجل، فلا إله إلا الله كمية الردود وطريقة الردود، ولا يوجد معنفين في البحرين، والرجل قلت هيبته في البحرين. طيب فلما نتكلم احنا عن مظلومية المرأة نقابل من قبل الرجل ان انتم دائما مع المرأة، انتم ضد الرجل. طيب لما تكلمنا عن الرجل، الرجل صار ضدنا. زين استاذة شنو بس عندك ايمان، شنو انواع العنف ضد الرجل في البحرين؟ لازم اقول طبعا كل الانواع الخمسة المرأة تمارسهم ضد الرجل، يمارسهم ضد المرأة، ولكن في اثنين منهم تمارسهم المرأة ضد الرجل باحتراف. مو بس في البحرين، في كل أنحاء العالم. هذا لين نوعين، يعني نعمة من الله، يعني الله عاطنها بعض المهارات المعينة العقلية اللفظية تأهلها أن هي تعنف وتعنف غيرها في هذه الشغلة. يعني أول بطرق إلى العنف الاقتصادي. من حق المرأة النفقة الشرعية بشكل شهري، فيوم الزوج يقول لها والله اطلع اشتغلي ولكن نص الراتب إلي، لما يقط عليها مسؤولياتها من مصاريف وغير مصاريف هذا يعتبر عنف اقتصادي. لما يطلع قرض على ظهرها غصبا عنها، لما ماستر كارد وغيره، وحملها نفقات لأنها بس تشتغل وراتبها أعلى من راتبها، يعتبر عنف اقتصادي.
يا جماعة رسالتي وأمانتي لازم أوصلها للناس، من حق المرأة أن ينصرف عليها مو هي تصرف. صحيح. المرأة أيضا تمارس العنف الاقتصادي ضد الرجل بشكل كبير. فهي لما تحاول تفلسع على الآخر وأنه ما يتزوج عليها وأنه ما يصير عنده على أساس لا يطالع غيرها، فهذا بعد يعتبر عنف اقتصادي ضد الرجل. ما يعتبر غيره ذي؟ بس هو عنف اقتصادي يعني. لا. أنا قاعدة إذا مبالغ فيه ممكن يصير عنف. أنا حس يعني مو يوصل لدرجة أنه عنف عنف. هي أحمد شنو تبي؟ تبي ما تكون عنده فلوس عشان لا يتزوج عليها. أوكي. فهي تحوش الفلوس. تحوش الأول والتالي. إنزين. فهي الخمسة الأنواع هذه المتعارف عليها في العنف العنف الأسري. في عنف مجتمعي ضد المرأة، إن الرجال ناقل عيبة. الرجال لو سوى وغلط وكذا فهو ريال. أنت لما تسوين وتغلطين وتفعلين فأنت لازم تتأدبين بالضرب. للأسف. فهذا عندنا العنف الاجتماعي. هذا طبعا في كل المجتمعات تقريبا. يعني استاذة يمكن هاي خليني أسأل، دائما يربطون العنف بالحالة النفسية اللي يكون عند الرجل، يعني الرجل لما يكون يعني عنف زوجته يكون أكيد في حالة نفسية، فهل هذا الكلام صحيح؟ مبرر يعني. مشكلتنا أن من خلال الإرشاد اكتشفنا أن في بعض الأزواج عندهم أمراض نفسية أساساً، ما يقول هي للزوجة أو ما يكون صريح من البداية، وبعدين تكتشف الزوجة أنه يتعالج في الطب النفسي. زي ليش ما قلت لي وخذيت أنا قرار أن أنا أعيش وياك أو ما أعيش وياك؟ ليش تجبرني؟ زين. ففئة كبيرة، إحنا الآونة الأخيرة أنا تمنيت أن في النواب والشورى ينطرح هذا الموضوع، مثل ما صار في إلزامية التحاليل الفحوصات يكون في تحليل نفسي للزوجين. أوكي. قبل الزواج. إنزين. كثير منهم ترى قاعدين يؤدون بحياتهم الزوجية إلى الطلاق، لأن مثلاً هو عنده حالة اكتئاب وهو ما يدري، هي عندها حالة انفصام وهي ما تدري. فحرام أن تبدأ حياة أو بذرة حياة أسرية تنتهي في الشهور الأولى من الزواج. إضافة إلى ذلك، مثل ما صار تحليل الفحص الطبي والفحص النفسي، احنا كنا نطالب بدورات تخصصية إلى الشباب قبل الزواج، حتى من أول ما يعني في المرحلة الثانوية، خصوصا حين هي المرحلة الثانوية ضبطت لها من تكون زوجها. فاحنا نتمنى من وزارة التربية انها تعطينا المجال ان احنا ندخل المدارس في المرحلة الثانوية، يكون في توعية اكثر الى يعني شلون اختار هذا الزوج على الاستاذ. اكيد يعني يمكن انت قاعد تقولين انه يكون في توعيه اكثر، بس الحين قمنا نشوف حتى في اطفال هناك يمارسون هذا العنف في الحضانات وفي الروضات، فهل تشوفين تاثير يعني الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي بدات تاثر على الطفل بحيث انه يصير معنف اكثر مع اسرته؟ لها دور، الاعلام لها دور، وسائل التواصل لها دور، التنشئة الاجتماعية لها دور. يعني مثلا مساء قلتي لي نفسية الرجل هل هي تخليه انه مبرر انه يضرب زوجته؟ انا ما اقول ان الناحية النفسية لها الثقل الاكبر، ولكن التنشئة الاجتماعية، مثلا زوج جديد ماخذ زوجته عن حب، تلاقيه يضربها من اول اسبوع زواج. بعد ما قعدنا وياه يقول لي استاذة انا عشت في بيئة أبوي دائما يضرب أمي، فأنا بالضبط اللي أنا شفته قاعد أنقله، سلوك مكتسب. فالسلوكيات المكتسبة، كونك أنت طالع من بيئة معنفة، ترى أنت عندك خيارين، يا أما تطبق اللي شفته يا أما تقول اللي شفته غلط، ما أبي يتكرر في حياتي من جديد. فعادة التنشئة الاجتماعية، أنا لما أربي دائما أقول للأسر وفي المحاضرات لا يكون الضرب قدام الأولاد. ترى من أحد الأسباب المشاكل النفسية العميقة للطفل إنه هو لما يشوف الأب يضرب زوجته أو يضرب أمه هو ما يقدر يرد هذا الضرب إلى الأب بكون السلطة. فش يسوي؟ تكون المرارة موجودة في نفسه. فشلون يفرغها؟ إما بتدخين، إما بأفلام إباحية، إما بسلوكيات خاطئة، إما بضرب الآخرين. صح. إنزين. فكلا الحالتين أنا بدفع الثمن
كوني ضربت زوجتي قدام عيالي، انا يعني خلني اكون قدام قنبله موقوته بدفع ثمنها في عيالي. اوكي صح. فانت بعد احكم اعصابك على اساس انت لا تدمر عائله صح. ولا تشتت اولاد ولا تفتح على نفسك ابواب سلوكيه ونفسيه الى هذا الطفل، ولا تخلي هذا الطفل يحمل اياه هذه الضربه ومارسها في يوم من الايام على بنت الناس اللي بياخذها. هي البيئه، يعني البيئه اللي تربى فيها اكيد راح يتعلم منها اشياء، ودائما الاطفال يحبون يقلدون الابو ايش يسوي او حتى الام ايش تسوي، فيكتسب الطبعات. صح دكتوره او استاذه. طبعا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي اباء يعنفون زوجاتهم او اولادهم ويخلونه في السوشيال ميديا، فلو تقولي لنا تفسيرك حق هالشيء وحق هالظاهره اللي صايره الحين. ان الطفل، ان الابو مثلا عنف ولده ويخليه هالشيء في السوشيال ميديا ويخليه في السوشيال ويفتخر بهالشيء طبعا هذا انا اعتبره يعني شغله نفسيه، ممكن انه هو خالف تعرف او يبي يكسب مكتسبات اجتماعيه على حساب ولدك، او ان انت قاعد توجه المجتمع ان تعالوا يا ابوه شوفوا شنو انا قاعد اسوي وطبقوا مثلي. طبعا هي البرمجه، هي الاعلام برمجه، الاعلام قاعد يبرمج لنا الجيل الجديد على سلوكيات وانماط معينه. مثلا احدى الاخوات اللي جتني كحاله في يوم من الايام تقول لي استاذه انا تفاجات بعد الضرب اللي ضربني يا زوجي، اكتشفت انه هو ذاك اليوم كان طالع حلقه تركيه هو يحبها، لما رحت طالعت الحلقه نفس طريقة الضرب بالضبط طبقها فيني في البنية اللي معجب فيها في المسلسل التركي. فأوريدي احنا قاعدين نتأثر بالتكنولوجيا ونتأثر بالإعلام بشكل واضح. مثلا الآونة الأخيرة دائما كنت أقول لعيالي لا تطلعوا مسلسلات بشكل عام تركية كويتية، ليش؟ الصورة النمطية اللي قاعدة تنعكس في الإعلام ضرب مخدرات وغيرها من السلوكيات اللي احنا في غنى عنها. يمكن يخليني استاذه اسالك هذا السؤال، مع النفات اللي تشوفونهم يلجؤون لكم في المركز، شلون تتصرفون معهم؟ شو الاجراءات اللي تاخذونها لهم؟ ويعني خلينا نقول شلون تعالجونهم من اثار العنف اللي هم ماخذينه او محصلينه؟ الحين هو ثلاثه اسئله في سؤال واحد. اخذي راحتك. اولا احنا شنو كدورنا كمركز؟ طبعا مركز بتلك لرعاية حالات العنف الأسري هو مركز إرشادي، توجيه، تدريب، استشارات نفسية. يعني إحنا دورنا لما تتصل فيني تقول لي الحين ضربني أجيكم؟ أقول لها لا. مثلاً الحالات الآونة الأخيرة اللي يتصلون يقولون لي مثلاً أنا أبيك تتصلين في تهزئينه، أبي تردعينه، أبي تخوفينه، مو رسالتي، مو اختصاصي. فأول شغلة تسويها المعنفة خصوصاً إذا كان ضرب مبرح، طبعاً من خلال التعامل مع الحالات في بعض الحالات تتصل فيك تقول لي ضربني وقتلني وكذا وكذا، ويمكن هو يمكن لمسة خفيفة وبعضها لا، إنه فعلاً يعني يسبب لها بعاهات، يسبب لها بأمور. فعلى كل اعتبار أنت سجلي حالة عند الشرطة. اوكي اي اقرب شرطه اليك في هناك في قسم تقديم الشكاوي في الاستقبال، في كل اقسام الشرطه، في الاقسام الاسريه تبع شرطه المجتمع. فعاده احنا هذا اللي كنا احنا ندربهم كشرطه مجتمع على الارشاد الاسري، فهم اساسا مختصين بشكل يعني بشكل كبير، يعني يقدر ياخذ الحاله الشكوى، وبعدين قد انه مثلا يحولها حتى من مركز الينا كمركز. زين، فبعض الكثير من مراكز الشرطه احنا عندنا تعاون وياهم مباشر انه يحول الحاله الينا من مركز شرطه الى مركز مباشر. ارشاد وتوجيه اسري. لو كانت الحاله هذه في مثلا ضرر بسيط، لو كان الضرر كبير لا، تحول دايركت الى النيابه ويأخذ فيها قرار. فإحنا كمركز نحن نأتي يعني كخط ثاني، إحنا إرشاد أسري بعد حالة الصدمة اللي أنت تعرضتي لها، بعد الحالة النفسية والشعورية اللي صرتي فيها، إحنا يجي دورنا هنا كإرشاد نفسي، إرشاد اجتماعي، تقديم توعية اجتماعية، شلون أحتوي بيتي، عيالي على الأقل، أحتوي نفسي، ألملم جراحاتي،
هني يأتي دورنا كخط ثاني مو خط أساسي. يعني لو أنا معنفة أنا ممكن أتصل لمركز بيتكم، شنو الإجراءات اللي أسويها؟ أوكي، بس هل أنا أجي عندكم؟ إحنا لا، إحنا مركزنا يأتي كخطوة ثانية ما بعد التحاليل، ما بعد ما تأخذين حقش من النيابة، إحنا يجي دورنا هني. نعم أستاذة، إذن شنو الآثار السلبية البدنية والنفسية على المعنفين؟ على المعنفين طبعاً الآثار النفسية كثيرة، منها اللي هي مرحلة الصدمة. نعم. مرحلة إنكار الذات، مرحلة التعرض إلى ممكن حتى الدخول إلى أمراض نفسية، قلق، توتر، اكتئاب، فقدان الثقة بالنفس، يعني ليش أنا ما أستحق أن أكون أفضل، ليش ما أستحق أكون مثلاً، تبدأ حالة الغيرة أن مثلاً زوجة أخوي، مرت حماتي، فيشتغل شغل النسوان شوي. فالآثار النفسية ممكن تكون مدمرة في بعض الأحيان، بحيث أن عندي حالات تترك بيتها، تترك عيالها، تترك بس أن هي تهرب من الواقع اللي هي عاشتها على أساس أن هي تروح تعيش حياتها، تقول لك أنا صغيرة. صح. يعني واحدة من الحالات جتني تقول لي أنا ما أنا مجبورة. أوكي زين، أنت مو مجبورة، العيال هذولا لمن؟ ما لهم دم. صح. إنزين، فقالت لي ودوهم أي ملجأ، أي إيواء، أي بس خلوني أعيش حياتي. تجربت من إحساس الأمومة؟ ما في إحساس أمومة بس على الأغلب. يعني هاي يمكن يخلينا نسأل هذا السؤال، وش الفرق بين التأديب والعنف؟ يعني لما يمكن يكون الزوج يأدب زوجته يمكن حتى يعنفها، فأنت شلون تصنفون هذه الحالة؟ أوكي، أنا أصير أسأل سؤال؟ تفضل. أنتوا ذبحتوني من الأسئلة، خليني أنا أسألكم سؤال. إنزين، هل يحق إلى الزوج إنه يضرب في أي حال من الأحوال، أي مشكلة كانت؟ طبعاً. طبعاً لا. هو الكلام سهل ترى، بس التطبيق والفعل صعب. عادة الرجال، طبعاً المرأة البحرينية على الأغلب يعني لا تضرب. نعم. ما يعني ما شفت حالات إن بحرينية تضرب زوجها. ولكن شفنا كثيرين من البحرينيين يضربون زوجاتهم. بقول التنشئة الاجتماعية، بقول العصبية، بقول ما لها مبرر. ما لها مبرر، ما لك حق تضرب زوجتك في أي حال من الأحوال، لا لتأديب ولا العصبية ولا لأن شفتها في موقف مخل بالآداب ولا. الدولة فيها قانون، أوكي، هي تحتمي بالقانون وإنت فوق القانون لا. فعندك شيء ترى المحاكم ما تقصر، بس إن أنت تروح تضربها تشوهها ليش؟ مثلا أنا دائما أسأل هذا السؤال، ليش لما المرأة ترتكب خطأ معين والرجل يرتكب نفس الخطأ، إنزين الرجل لا يعاقب، المرأة تضرب لكي تؤدب؟ إنزين، يعني هذه الظاهرة صارت في المجتمع البحريني كثيرة، يمكن الآونة الأخيرة صارت تظهر على الساحة. صح. كون السوشيال ميديا، من قبل كانت نساء يعني تقتل تضرب، اليوم ما يسلط الضوء عليها، ما يسلط الضوء عليها وعيب تتكلم. يعني أنا لما أجي أتكلم عن معنفات، أول شغلة لما المعنفة تروح إلى أهلها، أنا انضربت، والله ما عدنا بنت تطلع من بيت زوجها، خذي أغراضك ورجع بيت أهلك أو بيت زوجك، هذا أول خطأ في حقها. فالمعنفة هني أنا أطلب منهم من أهلها احتواء، احتووا بنتكم. الرجال اللي ما يلاقي عند ظهر أو سند ظهر إلى الزوجة، طبعاً عادة الأزواج اللي يضربون هو يطق ويقعد ينتظر ردة الفعل. إذا كانت ردة الفعل سلام سلام، الشغلة بتتكرر ثانية وثالثة ورابعة وبتصير عادة. من أول ضربة إذا ما شاف رادة، إحنا لما كنا نقعد يا صديقاتنا بعيد عن الشغل وجو الشغل والعنف وكذا، كنت أتفاجأ أن ترى الأغلب من جيلي يعني 81 ونازل، المرأة تتعرض إلى الضربة الأولى والثانية والثالثة. أوكي، ف دائما ردة فعل المرأة والزوجة بعد الضربة الأولى قد إن هي تنقذها وقد إن هي تكون خلاص عادة ماشية عليها. فواحدة من البنات كانت تكلمني تقول لي
أنا من أول ضربة، من أول ما ضربني رحت لبيت أهلي وجمعت قوم لا إله إلا الله عليه، وراحوا ووقفوه. طبعاً ما ضربوا الأهل بس وقفوه وقالوا له يوم اللي تتفكر إن أنت تتهجم على بيتنا ترى إحنا كلنا عندنا عضلات، إذا أنت تقول ريال وعندك عضلات ترى كلنا ريايل وعندنا عضلات. ما ضربوه بس قرصوه. فالردة الفعل الأولى للأهل مهمة جداً، فيا أهالي يعني ألتمس منكم يوم اللي تجيكم بيتكم لا تقولون لها روحي حلي مشاكلك ويا زوجك، خلها تشوف الأبو، خلها تشوف الأخو، خلها تشوف ظهر. يوم اللي ما يلاقي ظهر إلها ترى بدوسها. بس أستاذة يعني أنت ما تشوفين يعني بعض الأحيان ممكن يعني الزوجة تبالغ بهالشيء، ممكن يعني الزوج يعني بحالة غضب مثل ما نقول طقها طقة خفيفة يعني ما صار لها في هالشيء، هل مو مفترض من المرأة تبدأ بالطقة الخفيفة؟ صح، مو من المفترض من المرأة، وممكن تتطور من طقة خفيفة إلى طقة أكبر ومن طقة أكبر إلى، بس هالشيء ما راح يخلي زوجته تكبر بعيونه بهالشيء؟ أنا أقول لا إذا احتوت المشكلة لا إفراط ولا تفريط، يعني لا الأهل يقول لك إحنا ما لنا دخل بالمرة، ولا إنه يهجمون هجمة شرسة على الزوج ويعاملونه بالمثل. بس أنا أقول مهم إن الأهل خصوصا في حالات الزواج عن حب يوم لا تترك أهلها كلهم وتروح لذاك الريال وهذا الريال يقابلها بضرب لأي سبب كان وترجع لهم مكسورة يقول هذا خيارك روحي له. فهني في هذا الوضع عادة اللي أشوفه من خلال الحالات إن الزوج يتمادى ويتمادى صح، هو من الأساس لازم ما يكون في ضرب، كل شيء ينحل بالتفاهم. أيضا مثل ما تفضلتي أستاذة في قانون، يعني لو حتى الزوجة غلطت في قانون، لكن أكيد أستاذة في ختام فقرتنا أكيد عندك نصايح حابة تقدمينها حق كل المشاهدين. أولا أنا أتمنى من كل المقبلين على الزواج إنه يدخل دورات الإرشاد اللي يعني تتطرق إلى عدة أشياء، منها الميزانية المالية في الأسرة، منها الحياة الجنسية، منها المشاكل والخلافات شلون أحلها، منها الاستقرار الأسري، منها العنف الأسري. فهذه كلها خمس محاور أساسية تركز في خمسة أيام على الإرشاد أو الدورات الإرشاد الأسري. شغلة ثانية إحنا فعلا نواجهك في الإرشاد لما المرأة تجي تتكلم وتبي تنقذ بيتها، أوكي تتصلين في الريال كإجراء ثاني في المركز، والله احنا حابين نشوفك ونحل القضيه بطريقه علميه، بطريقه بحثيه، بطريقه بعيد عن انا بعيد عنك، انا لا اعرفك ولا اعرفها، فانا بكون عامل محايد، فما بتاخذني العاطفه لا وياها ولا وياك، وفي النهايه احنا بنوقف منحازين يعني. فيقول لك والله انا مو مستعده اتعامل وياكم، وبالعكس روحي طقي المره وروحي عنفها، ليش تروحين لهالمركز وليش تروح؟ هي مو راح تشتكي، هي رايحة تبي الأفضل. فإحنا يعني رسالتي إلى الشباب، إذا أنت ما بتدخل دورات، إذا أنت ما بتتعب على عمرك، ما بتروح تقرأ، ما بتروح تتثقف، ترى هو مشروع. صح. الزواج هو مشروع. صح. فأنت المشروع لما تروح بتفتح مثلاً أي مشروع كان، ما تروح تدرس دراسة أكيد. مشروع المخرجات ليش هذا تعتبر أنه بشكل عفوي أنا ممكن أعيشه وممكن أحقق فيه نتائج؟ هذا المشروع الأكبر يعني في حياته، المشروع الأكبر. صح. فأنت ليش ما تسعى أن تكون فيه أفضل؟ عادة من دخلت مجال الإرشاد الأسري النساء بكل أنواعهم بكل أشكالهم تسعى دائما من خلال الدورات، من خلال القراءة، من خلال الاستشارات إن هي تبي تكون زوجة أفضل. ليش أنت ما تكون زوجة أفضل؟ صحيح. ليش ما تكون أب جيد؟ فأنا أقول هذا مشروع الحياة، استثمر فيه. يا ريت الاستقرار عم بيوتنا وعم ديرتنا، لأن فعلا البحرين صارت في الآونة الأخيرة في مصاف الدول المتقدمة مثل السعودية والكويت في حالات الطلاق، خصوصا في يعني في الشهور الأولى من الزواج.
فيا ربي كل بيت يكون عامر بالسعادة. آمين يا رب. وحياكم. إحنا مركز هذه الظاهرة إن شاء الله. وإحنا مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري مستعدين إلى أي شخص ممكن أو يحتاج إنه يغير حياته أو إنه يعمل استقرار بيته، وهذه في النهاية خدمة ديرتنا وخدمة عيالنا. ويعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. الله يخليك. تسلمين أستاذة. نشكر الأستاذة إيمان الفلة، باحثة ومدربة أسرية بمركز بتلك لرعاية حالات العنف الأسري، على تواجدها معنا في برنامج مساء الخير يا وطن. أما الحين نواصل فقرات برنامجنا مع هذا التقرير في ختام برامجها الصيفية للناشئة. قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة حفل تكريم المتميزين في برنامج أجيال 2030 التابع لمركز سلمان الثقافي وبرامج مدينة شباب 2030 برعاية كريمة من وزير شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر. وتفاصيل أكثر خلونا نتابع التقرير للزميل فواز القاسمي. برعاية كريمة من سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، أقامت وزارة شؤون الشباب والرياضة حفل ختام برامجها الصيفية للأطفال والناشئة في مركز المحرق الشبابي النموذجي. الحفل تضمن مجموعة من العروض المميزة واللي ضمت مخرجات برامج مدينة شباب 2030 وبرنامج أجيال من مركز سلمان الثقافي. طبعاً إحنا في مدينة الشباب نقوم تدريب المشاركين في مجالات كثيرة، منها الإعلام والتقديم الإعلامي، فحلو إن الشخص اللي بيتعلمه في مدينة الشباب يطابقه، وخير تطبيق حق هاي البرنامج يكون على مسرح مدينة الشباب في حفل ختام المتميزين في مدينة الشباب واللي هم اللي كانوا المتميزين وهذه حفلاتهم، فحلو إن هم اللي يكونون يقدمون هذه الحفل. الحمد لله، مثل ما تشوفون اليوم هو ختام البرامج الصيفية اللي تجمع ما بين مدينة الشباب ومركز سلمان الثقافي. الحمد لله اليوم كرمنا حوالي ما يقارب 170 متميز في برامج مختلفة، منها في العلوم والتكنولوجيا، في القيادة، في الفنون، في الإعلام. طبعا شراكتنا الاستراتيجية هذه نتشرف فيها. اليوم احنا نشوف ختام، يعني ختام البرنامج بمخرجات جميلة جدا أمانة. الواحد يعني دائما البسمة مرسومة على وجهه، فإحنا هذه الاستثمار الحقيقي أمانة اللي راهن عليه، واللي مملكة البحرين، جلالة الملك، سمو ولي العهد، رئيس الوزراء والقادة كلهم الله يحفظهم يراهنون على على هال على هالثروة البشرية هذه. وصلنا إلى فقرة كفو عليك. بطل حلقتنا اليوم شخص ابتلف عيونه، لكن بعزيمته وإصراره على التقدم في حياته خلاه يحقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين العلمي والمهني، وخصوصا الصعيد النفسي بتحويل هذه الإعاقة إلى نجاح. تفاصيل أوفى مع الزميلة شوق الدوسري، تابعوه معنا. محسن عبد الرزاق شاب بحريني طموح، كانت لديه الرغبة في الالتحاق بالجامعة وتحقيق حلمه بأن يصبح رجل قانوني. الجامعة كانت من أحلى فترات الدراسة في كل المراحل اللي فاتتها. درست المحاماة أو القانون بالذات بناء على رغبة كانت موجودة،
رغم انه كان في عقبات يعني في دراسة القانون كانت مع الجامعة، لكن الحمد لله بعدين صار تيسير. فالدراسة في الجامعة كانت تعتمد على كتب موجودة داخل الجامعة او مطبوعة داخل الجامعة، وهذا الموضوع سهل علي، واجد سهل علي، لان كنت اقدر احصل الكتب الكترونيا، فهذا كان من الاسباب اللي سهلت علي الدراسة. من خلال حبه لهذا المجال حقق محسن بداية إنجازاته في المرحلة الجامعية. إنجازات في الجامعة، فكان واحد من الإنجازات اللي قدمناها الحمد لله شاركنا في الأسبوع الثقافي اللي كانت تعقده الجامعات الخليجية اللي كان في سنة 2009 على ما أتذكر، وكان معقول في جدة، وحققنا المركز الثاني في المسابقة الثقافية. وعلى الرغم من وجود العقبات المحبطة إلا أن محسن تغلب عليها. أنا لما فقدت البصر كان عمري 10 سنوات، يعني بناء على تقارير الأطباء يخبرون أن الشبكية هي أصلا فيها عيب من الولادة، لكن ما بان هذا العيب إلا بالعمر 10 سنوات. أكبر عقبة اللي موجودة في الحياة هي المجتمع، بحيث أن يعني عامة المجتمع، ما أقدر أقول الكل طبعا مو الكل، ما يتصور أن في أشياء معينة تقدر تسويها، أو أن أنت على أساس أن أنت معاق في أمور ما تقدر تسويها. واليوم الشاب الطموح محسن حقق حلمه وأصبح المحامي محسن عبد الرزاق. طبعا المهنة اللي أزاولها هي مهنة المحاماة، وهي من المهن اللي تعد إليها تقاليدها وعاداتها وإليها شرفها. طبعا الأعمال اللي نقومها كمحامين من تأسيس شركات، من صياغة عقود والترافع أمام المحاكم، إليها يعني تحتاج إلى بعض الأحيان إلى أن يكون واحد بصير، خصوصا في مراجعة المستندات. لكن الحمد لله يعني، ورغم من أن عندي إعاقة بصرية، إلا أن في أمور معينة ساعدتني الحمد لله في تخطي هذه العقبة. الحضور أمام المحاكم هيبة، يعني يخلق في نفسية الإنسان وينتج عنها توتر وقلق، يعني لكن الحمد لله تجاوزناها، صار يعني بالممارسة هذه تخلصنا من هذه التوتر وهذا القلق. طبعا مع هذا التوتر وهذا القلق اللي ينتاب الواحد في حضور أول جلسة، لكن يكون عنده إحساس السعادة لأنه قاعد يمارس المهنة. طبعا مو بس أنا كشخص يعني، كفيف كل المحامين اللي يمارسون المهنة أتوقع أن يجيهم هذا الشعور. الإعاقة هي إعاقة النفس، سقف الطموح موجود ولا حدود له، ولولا دعم الأهل والأصدقاء لما استطاع المحامي محسن عبد الرزاق تحقيق حلمه ورغبته في دراسة القانون. كل ذوي إعاقة أن في عنده إمكانية معينة يقدر يقدمها إلى مجتمع اللي حواليه، وفي عنده قدرات خاصة، هي رسالة مو بس إلى المجتمع، رسالة حتى إلى المعاقين ذاتهم اللي ينظر في نفسه أن عنده قصور معين، أو هذه النظرة اللي تكون هي اللي تعاقه أصلاً، يعني بدل الإعاقة المفروض أنه يجد على نفسه عشان يوصل إلى أعالي المراتب. فعلا طبعا احمد، احنا نقول حق محسن كفو عليك، وعمرها ما كانت الإعاقة حاجز حق تحقيق طموح او حتى تحقيق اي انجاز. طبعا ما شاء الله عليه اليوم هو محامي، فنقول لك كفو عليك محسن. يعني سبحان الله، الله ياخذ شيء ويعطي بني ادم شيء افضل من اللي اخذه منه. مع الانجازات اللي حصلها طبعا محسن،
وحقق إنجازات يعني تضاف له وأيضا تضاف حق مملكة البحرين، وهالرسالة أيضا حق أي واحد قاعد يطالعنا أنه ما في شيء يوقفك عن إنجازك وطموحك، ما في أي عائق فعلا. وفي ختام حلقتنا الليلة نستودعكم الله وإلى اللقاء غدا بإذنه تعالى، نشوفكم باكر في نفس الموعد ومع السلامة.